متطرفين وبيكلمونا احنا عن التطرف وبيكلمونا احنا عن خطابنا الديني. امريكا بقى مش شايفة اللي بيحصل في غزة ابادة جماعية، وشايفة ان الجنائية الدولية بتتجاوز لما تطالب باعتقال نتنياهو وجالنتس. والخارجية الامريكية بتقول ان طلبات اصدار مذكرات اعتقال ضدهم ملهاش اي اساس من الصحة وما كانش لازم تتقدم اصلا. وزير الدفاع الامريكي بيقول امريكا هتفضل تتعاون مع الجنائيه الدوليه بخصوص شغلها على جرائم الحرب الروسيه في اوكرانيا، لكن الدعم الامريكي لاسرائيل راسخ وقوي. بص بقى الازدواجيه هنا عامله ازاي. متحدث الخارجيه كمان طالع بيقول امريكا لسه بتفكر تاخد اجراء ضد المحكمه بسبب مذكرات الاعتقال، وقال لك هيكون عندنا وقت ننظر فيها ونبقى ندي رد اكثر اكتمالا. الشاب ده انا مش عارف بيروح بيتهم ازاي، يعني بيواجه جيرانه في الشارع ازاي. وردا على سؤال عن التناقض في موقف امريكا تجاه حرب روسيا واوكرانيا من ناحيه واسرائيل في غزه من ناحيه تانية، متحدث المجلس الامن القومي اللي هو اسمه جون كيربي بيقول الفارق هو اختلاف النوايا. قال هدف الحرب الفعلي لبوتين انه يقتل الشعب الاوكراني البريء، لكن بالعكس صحيح الخسائر بين المدنيين في غزة مؤسفة لكن مش مقصودة، بترمي القنابل الأطنان القنابل ومش مقصودة، لكن التاني عايز يموت الناس. قال لك جنود الجيش الإسرائيلي مش بيصحوا الصبح عشان ينفذوا أوامر مباشرة بأنهم يروحوا يقتلوا المدنيين الأبرياء في غزة. الحقيقة أنا شايف الكلام ده منتهى الصفاقة. ما عنديش رد على كيربي غير إنها صفاقة وعمى لإنسان، أو بعتذر إني بقول عليه إنسان، لشيء مش قادر يشوف. فعلا الفرق في النوايا، وأعتقد إنه يقصد نوايا أمريكا لإدارة أمريكية بتنتحر إنسانيا. هل ممكن شهر 7 الجاي نلاقي مرشح تاني غير بايدن داخل الانتخابات وعشان كده الإدارة كلها بتنتحر؟ هل ممكن اللي بيحصل يجبر الحزب الديمقراطي إنه يقدم مرشح تاني غير بايدن، وبالتالي عمال ومعاه بتوع النوايا دول يكسروا أي قواعد قانونية أو إنسانية؟ مش عارف ليه بقيت شايف الأمور كده. وكده كده بايدن فرصه ضعيفة وصعب يبدأ فترة حكم في سن 82 سنة، يبقى يخلص المطلوب ويمشي ويكسر شوية في ترامب ويدعم شويتين تلاتة إسرائيل، وبكده يكون ولاء اليهود بتوع أمريكا للحزب الديمقراطي. بصراحة هل اللي بنشوفه من انحياز كامل معناه باي باي بايدن؟ مش عارف، لكن الكلام اللي بيتقال ده خارج حدود العقل والمنطق بتاع أي حد بيحاول يحافظ على نفسه، مش يحافظ على صورته، يحافظ على نفسه.